بعد عندي شغلتين. تفضل. اول شيء بدي اقول لك اللي او قبل ما اقول لك اللي طلع معي بعد في توقع لك بعد في بدنا نتشكر انا لجنه بدي هنيك انا مش انت بتهني على منحك وسام. لا مش وسام، انه صرت ب مجلس الاداره تبع الاتحاد للكونغ فو. بدي هون بدي وصل صوتي واقول شكرا لكل الاعضاء اللي انتخبوني، وبدي اقول للشباب انه هيدي اللعبه كثير مهمه يفوتوا عليها، لان هيدي اللعبه هي فيها رياضه ذهنيه كمان، مش بس رياضه بدنيه، وفيها نوع من التركيز وسرعه البديهه والخاطر بتساعد كثير. وانا كثير بتتقارب مع شغلي، من هيك انا كنت صرت هلأني بقلب هذا الاتحاد ومهتم فيه لهالدرجه. بقول لهم شكرا. مبروك مبروك. هلا فينا نختم في توقع نيشان. انا بقوله او ما بقوله بعرف، انت بتعرف كيف بيطلع معي كيف انا بحس. طلع عندي فكره خطيره كثير كثير راكبه براسك، لازم تشيلها، لازم تسحبها، لازم تقلعها من راسك وما تخلي لها مطرح. ويمكن مجتي اليوم بإشارة معينة تقول لك هذا الموضوع لإلك أنت كمان، إنه راسك مخبوط بقلب بعضه، ما عم تقدر تشيل هالأفكار من راسك. بس الفكرة اللي خيفان منها هي حدا كلمة انتحار. وكلمة الانتحار ما بعرف إذا أنت كان في شي فرد حطه حدك أو حاولت تعمل شي بحياتك قبل هلأ. فأنا عم بحكيك اللي ردك على اللي شفته أنا هو شخص واحد بأول مرة، اللي هو الوالدة. نودي تحية للوالدة، رجعتك من محل أو كنت اليوم بولا مطرح أنت فيه. عم بحكيك كخي وصديق، أنا مش مضطر أحكيها ولا بين إنه بعرف ولا بين إنه طالع معي شيء، بس يمكن عم بقول لك هيك ترد هلأ فكرة من راسك، لأن في صفحة جديدة وحياة جديدة نطرت. شيل فكرة ما يسمى انتحار، وإذا في أي سلاح موجوح تتحدك أي فرد حطه على جنب. شكرا لك ميشيل حايك، شكرا على عندك على... فرد نيشان. أي عندي فرد. هذا الفرد كنت حده شي فترة من هالفترات، من جمعة من جمعتين، بس سؤال مش أكثر، مش لمبين. بعتقد ما كثير بهم المشاهدين، يعني المشاهدين، بس يبقى توقع يبقى توقع. ميشيل حايك، شكرا على وجودك على شاشة الجديد. انبسطت كثير انه استضفتك هيدي المرة الثانية. 2005 و2020 15 سنة، على امل انه نلتقي بك بال 2035 اذا شرف لي يكون معك مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. شكرا لك، انت ايمانك اول. شكرا لك، شكرا أوكي. شكرا لجميع المشاهدين لمتابعه هذه الحلقه.